يقول السائل: ما حكم الاستهزاء باللحية وما جزاء هذا المستهزئ؟ إذا كان يستهزي بإعفاء اللحى هذه ردة عن الإسلام. إذا كان يقول إن إعفاء اللحى توفير اللحى هذه مهزلة يقولون، أو هذه قشور، أو الدين ما هو بالشعر، هذه ردة عن الإسلام، لأنه يستهزئ بسنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال أعفوا اللحى، وهذا يقول لا، إعفاء اللحى مهزلة أو قشور أو ما أشبه ذلك، هذه ردة عن الإسلام. فيجب التحفظ من مثل هذه الألفاظ القبيحة. ومن ابتلي بحلق اللحية يعتبر نفسه عاصيا، يتوب إلى الله. أما أنه يسخر بإعفاء اللحى هذا يخرجه من دين الإسلام، لأنه يستهزي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.